مرحبا بكم. وقف وفد اتحادي برئاسة عضو المجلس السيادي حسن شيخ إدريس وإبراهيم جابر ووزراء الداخلية والثقافة والإعلام والبنى التحتية وقفوا على الأوضاع الأمنية بمدينة بور السودان عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية وخلفت قتلى وجرحى. وعقد الوفد لقاءات لمعالجة الوضع والحد من المواجهات ذات الطابع القبلي. وقال رئيس الوفد حسن شيخ إدريس إن السلام هو أولوية في هذه المرحلة وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية. نفذت السلطات بمحلية الخرطوم بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي بولاية الخرطوم حملات مكثفة لتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفات والتعديات الهندسية والفريشة والبيع الجائل والتشوهات البصرية حول نفق السوق المركزي جنوبي الخرطوم. وأكد السلطات محلية الخرطوم بأن العمل يجيء ضمن مساعي المحلية لتنظيم الأسواق ومواقف المواصلات ولتسهيل حركة مرور المركبات العامة بعد أن شهدت الأسواق ومواقف المواصلات خلال الفترة السابقة إغلاقا لأغلب المداخل والمخارج والمسارات الداخلية بالباعة الجائلين والفريشة والتعديات غير المشروعة. ولفتت بأن الحملات تم تدشينها فجر اليوم تحت إشراف معتمد المحلية اللواء ركن صبري بشرى حسن الشاذلي بعد اكتمال كافة الترتيبات الأمنية والإدارية، ونتج عنها فتح مسارات شارع إفريقيا قبالة نفق السوق المركزي للمركبات وتنفيس الطرق الجانبية وتخفيف حدة الاختناقات المرورية حول الموقع بعد إزالة جميع المخلفات حول الطريق. إلى ذلك أكدت السلطات استمرار الحملات بجميع المواقع حتى تشهد تعديات على الطريق العام متعهدة بوضع ارتكازات ثابتة لمنع تجدد المخالفات. أعلن الممثل الخاص المشترك لبعثة اليوناميد بدارفور عن تمديد تفويض بعثة اليوناميد في دارفور حتى 31 أكتوبر 2020 وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2495 في 31 من أكتوبر 2019 بطلب من رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك. وأعلن الممثل الخاص المشترك عن أن القرار حدد أولويات ثلاث لليوناميد تتمثل في دعم عملية السلام الجارية ومفوضية السلام الوطنية ودعم تنفيذ أي اتفاق سلام ينتج عن عملية سلام جوبا مثل ما ورد في الأولويات والاستراتيجيات للحكومة الانتقالية لتحقيق سلام عادل وشامل. وقال إن القرار وجه اليوناميد على الاحتفاظ بكل موقع ومواقع الفرق المتبقية وعدم تسليمه إلى أن يتخذ المجلس قرارا آخر باستثناء رئاسة البعثة بقطاع الجنوب في ريالا، مضيفا أنه بالأمس سلمت يوناميد أكبر معسكراتها في دارفور في نيالا إلى مسؤولين بوزارة الخارجية بالحكومة السودانية، وأن إجمالي قيمة الأصول التي سلمت في نيالا بلغ 99.4% مليون دولار أمريكي. احتفلت جمعية الهلال الأحمر بالقربة بتخريج 110 دارس ودارسة في مجالات التصنيع الغذائي والحياكة المتقدمة وميكانيكا السيارات، وملكت الجمعية المتخرجين أدوات ومعينات العمل. وقال والي كسلا المكلف محمود همد إن مثل هذه البرامج من شأنها تقليل معدلات البطالة وسط الشباب وإدخال الكثير منهم دائرة العمل الحر. طوعت جمعية الهلال الأحمر السوداني بالقربة إرادة الشباب وفجرت طاقاتهم ومواهبهم لخدمة أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم. ففي احتفالية صغيرة احتفلت الجمعية بتخريج أكثر من 110 خريج من الجنسين في مجالات مختلفة في المهن النسوية والشبابية. مشروع يضم 4 مناطق: مدينة القربة والغرية 26 عرب، بالإضافة إلى معسكرين من معسكرات اللاجئين، المعسكر 26 عرب ومعسكر شجراب 2. وكل الأنشطة تهتم بتحسين الوضع الاقتصادي للمجتمعات وتمليكهم مهن تحسن من وضعهم الاقتصادي. البرنامج والذي مول عبر الصليب الأحمر الألماني أفرد مساحة كبيرة لتدريب المرأة وخصص لها أشكال متنوعة من التدريب في مجال التصنيع الغذائي والحياكة المتقدمة، فيما خص الشباب بالتدريب على ميكانيكا السيارات. الدورة كانت جميلة جدا بالنسبة لنا الشباب، نحن واستفدنا منها جيدا ونتمنى على أنه نستفيد منها في المستقبل. أنا كان هدفي من البداية أنه أطور مهاراتي في المكنكة، وجيت لقيت الكلام ده هنا طورته واستفدت منهم كثير. يعني ان شاء الله في المستقبل كده يعني نفسي اطلع ميكانيكي كبير، وده كان حلمي من صغير. Many beneficiaries have received their certification.
خرجنا دفعات متميزة في التصنيع الغذائي والحياكة المتقدمة بالنسبة للنساء وميكانيك السيارات للشباب. نتمنى أن يستفيد الخريجين وأسرهم من هذا التدريب وأن يستفيد المجتمع بأكمله من هذا النوع المتقدم من التدريب. وتمثل برامج تشغيل الشباب وتمكينهم داخل المجتمع إحدى الأولويات التي ترمي لها حكومة الولاية، والتي ترى في مثل هذه البرامج مخرجا لكثير من الشباب من البطالة إلى سوق العمل الحر. هذا العمل يعني يدي دافع للشاب في أنه يكون عنده صنعة في يده، كان شاب ولا شابة، وبالتالي يفيد نفسه ويفيد المجتمع بتاعه ويفيد الولاية حقته، ويفكر في انه نحن كلنا مع بعض ننهض بهذه الولاية اللي قدام. خالد بشير الشروق، ولاية كسلا. اوصى مؤتمر تجربة الديمقراطية في السودان الدور الدروس والعبر بضرورة التفاهمات تقوم على الحوار مع الجيش حول تدخل الجيش في السياسة ومسؤوليته عن حماية الديمقراطية اعترافا من المؤتمر بدور الجيش في الحياة السياسية. وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر محمد عبد الرحمن خلال مخاطبته لمنبر صحفي بوكالة السودان للأنباء سونا إن المؤتمر نظم بواسطة مركز دراسات وأبحاث الديمقراطية والمجال العام في الفترة ما بين 22 و24 من أكتوبر الماضي من هذا العام، وقد خلص ل17 توصية أبرزها العمل على بناء سلام دائم يسهم في إزالة الصراع وينشر ثقافة التعايش الآمن والاستفادة من التجارب السابقة في تطوير أطر النظرية الديمقراطية التي تتوافق مع السياق المحلي وبلورة استراتيجية بناء الأمة ورتق النسيج الاجتماعي. أعلن حزب التنمية القومي الجديد عن انطلاقة برامج الحزب على المستوى القومي تمهيدا لخوض الانتخابات المقبلة. وقال رئيس الحزب الضيف عيسى عليو في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة إن الحزب يتطلع إلى إجراء الانتخابات المقبلة في مواعيدها المحددة وتشكيل البرلمان القادم من جميع القوى السياسية على المستوى القومي، لافتا إلى أن ذلك من شأنه ضمان الاستقرار السياسي خلال الفترة الانتقالية، مؤكدا أن تأسيس حزب التنمية القومي يأتي في هذا الوقت من أجل مواجهة التحديات التي أقعدت بالوطن حسب قوله. وأضاف إن رؤية الحزب تعتمد على تحقيق التنمية الشاملة عبر حل المشكل السياسي والاقتصادي واستدامة السلام وإيقاف الحرب وإقامة علاقات خارجية متوازنة. أكد حزبنا إيمانه بالتحول الديمقراطي والاحتكام للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة يمارس فيها الشعب السوداني حريته كاملة في اختيار من يمثله. وسوف يقدم حزب التنمية القومي نظاما أساسيا يحتوي على 17 هدفا سوف تسمعونها إن شاء الله بعد قليل، تلامس القضية السودانية في المؤتمر التأسيسي للحزب المزمع عقده إن شاء الله في القريب العاجل. النصرة المحلية متواصلة معكم من قناة الشروق فيها بعد قليل. وقفة احتجاجية لأسر وأبناء المعتقلين السياسيين تطالب بإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمات عادلة. أهلا بكم مجددا في النصرة المحلية بعد الفاصل من قناة الشروق. استنكر أسر وأبناء المعتقلين السياسيين اعتقال ذويهم لأكثر من 7 أشهر دون توجيه أي تهمة ضدهم ودون ما اعتبار لحقوق الإنسان على حد قولهم، وطالبوا خلال وقفة احتجاجية لهم أمام مقر النيابة العامة إطلاق سراحهم فورا أو تقديمهم لمحاكمات عادلة حال توفر أي بينة أو تهمة ضدهم، مشيرين إلى عدم قانونية اعتقالهم ومخالفة لكافة المواثيق والقوانين بما في ذلك الوثيقة الدستورية. ودعا المحتجون إلى إنفاذ شعارات الثورة خاصة فيما يتعلق بالحرية والعدالة التي قالوا إنها لا تتجزأ. نطالب إما بمحاكمة عادلة لهم حسب ما يعتقدون إنه في اتهامات لهم توجه بصورة واضحة وتتم محاكمتهم بصورة واضحة، إما أن يتم تبرئتهم أو اتهامهم بواسطة القانون أو يطلق سراحهم. الآن 7 شهور ولا أكثر في السجن بدون أي توجيه أي اتهامات أو أي مراعاة لحقوقهم كأفراد وكبشر.
ودعا أسر وأبناء المعتقلين السياسيين المجلس السيادي ومجلس الوزراء إلى سرعة البدء في أمر ذويهم والإفراج عنهم فورا، خاصة وأن بعضهم يعاني من أوضاع صحية معقدة، مشيرين إلى ضرورة التسرع في إحقاق العدالة وإنفاذ القانون. نحن جينا عشان نقول لهم إن الحرية لا تتجزأ والعدالة لا تتجزأ والسلام لا يتجزأ. ونسمى الشرية اللي هي دخلت الناس زي الكوبر، الثلاثة حيات دي لا تتجزأ، وكل من خرج مطالبا بالحرية والسلام والعدالة ولم يخرج لحد الآن مطالبا بالحرية والسلام والعدالة، أنا أعتبر أنه زول ده منافق وإما ازدواج معايا. ختام النشرة المحلية من قناة الشروق، هذا تذكير بالعناوين. وفد اتحادي يقف على الأوضاع ببور سودان عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة. حملات واسعة لإزالة التعديات الهندسية وفتح الطرق حول السوق المركزي بولاية الخرطوم. البعثة المشتركة تعلن تمديد تفويض قوات اليوناميد بدارفور حتى أكتوبر 2020. نهاية النشرة. لمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الشروق.net. إلى اللقاء.